اهلا بكم، هذا برنامجكم 90 دقيقة من قناة المحور وانا معكم محمد الباس. احتفل الاقباط الكاثوليك بعيد ميلاد السيد المسيح امس، اليوم هو العيد. حقيقة تابعت وتتبعت اشكال كثيرة جدا من هذا الاحتفال في دول العالم، وتوقفت امام كلمة القاها الرئيس العراقي برهم أحمد صالح وهو يشارك في الاحتفال. الكلمة ممكن تبقى عند ناس كتير عادية، ولكن أنا حبيت أبدأ بيها حضراتكم تسمعوها، لأنها مش بس بتمس المسيحيين في العراق، ولكن بتمس المسيحيين في العراق وفي سوريا وفي مصر. اسمعوا الرئيس العراقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إطلالة ذكرى مولد سيدنا المسيح، أتقدم بأحر التهاني إلى مسيحي العراق حيثما كانوا، وإلى عموم العراقيين والإنسانية جمعاء، متضرعين إلى الله أن تكون حياة الجميع مكللة بالخير والمحبة والأمان. أتحدث هنا في بغداد وفي ليلة عيد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، وربما لن يختلف حديثي كثيرا فيما لو كان في جامع أو كنيسة أخرى أو معبد أي ديانة من ديانات العراقيين. فهذه رسالة الوحدة التي أحملها كرئيس جمهورية العراق، وأقدمها لكل العراقيين بمختلف دياناتهم وأجناسهم وأنسابهم. إنها رسالة معنية بقضية الإنسان والمواطنة، وبسعينا لبناء وطننا على أسس صحيحة تستند إلى قيم التسامح والعدل والإصلاح وحكم القانون والمساواة أمامه. وإذ أهنئ العراقيين جميعا بمختلف مكوناتهم، فأنني أخص بالذكر منهم الإخوة والأخوات المسيحيين الذين أثبتوا مرة بعد أخرى أنهم أتباع حقيقيون للسيد المسيح ولمبادئه في المحبة والسلام، وذلك بمواجهتهم قسوة الإرهاب بصبر وتضحيات وعطاء كبير، وبل بمزيد من الارتباط وشد الأواصر مع بلدهم وشعبهم. يجب أن نقر أن هذه الهجمة كانت شرسة ووحشية ضد المسيحيين وأبناء الديانات الأخرى، ولم يكن هذا في العراق حصرا، فمسيحيو الشرق في العراق وفي سوريا ومصر تعرضوا لاعتداءات إجرامية من قبل التكفيريين والإرهابيين، وكانت مواقف المسيحيين صلبة في مواجهة المحن وفي تماسكهم الوطني والإنساني. لقد كانوا مثالا نبيلا لتجسيد أخلاق ومبادئ سيدنا المسيح عليه السلام. ليه انحست لي أن أبدأ مع حضراتكم النهاردة بهذه الكلمات؟ لأنه ما قاله الرئيس العراقي الحقيقة تجسيد حي لما نسعى إليه جميعا، وهو أن تكون الأديان من أجل قيمة الإنسان. فهو مش فارق عنده أنه يقول هذا الكلام في كنيسة أو في مسجد أو في معبد لأي من الديانات الموجودة في العراق أو في العالم. الحاجة التانية اللي عبر عنها الرئيس العراقي برهم أحمد صالح، إنه ما تعرض له المسيحيين في العراق وفي سوريا وفي مصر تعرضوا له من جماعات إرهابية تكفيرية. وأشاد كما أريد أن أشيد أيضا بأن موقف جموع المسيحيين في هذه الدول الثلاث التي ضربت ضربا مبرحا من الإرهاب كان مثالا لتجسيد مبادئ وقيم السيد المسيح.
انه هم ادركوا انه هذه الجماعات التكفيريه وهذه الجماعات الارهابيه تريد ان تستأصلهم، تريد ان تجعل منهم ضحيه، تريد ان تستخدمهم لاشعال فتن في بلادهم. فتلقى المسيحيون في العراق وفي سوريا وفي مصر كل هذا العنت وكل هذا الارهاب وكل هذا الظلم، وهم صابرون تماما ومدركون تماما ان ما يفعلونه هو من اجل بلاده. حقيقه انا اثني على ما قاله الرئيس العراقي ووجهه الى المسيحيين في الدول الثلاث، ويعني ادعو الناس ان هي تسمعوا اكثر من مره، الكلمه متاحه على اليوتيوب، لانه هذا الرجل نطق بحكمه وتحدث بالحقيقه التي يريد كثيرون ان يتجاهلوها. الاوضاع في الدول الثلاثة، المواطنون يستهدفون على الهوية الوطنية وليس الهوية الدينية، وعندما يتم استهداف مسيحي، عندما يتم استهداف كنيسة، بيكون هذا الاستهداف ليس بسبب ديني ولكن لإشعال الفتنة في الوطن. المقصود يا جماعة والمستهدف يا جماعة مش الدين، المستهدف هو بلادنا. فربنا ينجي بلادنا من المهالك ومن الفتن. وأكرر شكري مرة أخرى لما قاله ونطق به الرئيس العراقي من حكمة، وهو يشارك المسيحيين في الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح.